زين سوستك كده على علشان ده مركز البلية التانية اللي هي بلية الترس الكبير ده. ده بيبقى مركزها زي كده. ده مركز البلية التانية عشان يقعد جوه على الكون الداخلي. ميلو جبنه ميلو جبنه سوست فوتسي يكون قديم مش هتقع مع الشغل بدل ما يتحط نصين. لانه لما بتيجي تركب الترس هنشوف دلوقتي واحنا بنركب الترس هتبقى دي مخفيه في وضع المخفيه مش هتعرف تشوفها اذا كانت هي قاعده كويس ولا لا. فالطبيعي ان انت عشان تعمل كده لازم تشوف دي هتقعد كويس ولا لا. لان دي المركز بتاع الكون الداخلي للبليه. يعني لو قلنا كده اهو خلي السوسته كده وقعد كده كده ماشي كده ايه هات له الهلالتين قعدوا اهم اديل اهم قعدت كده الهلاله. نازل بس السوسته دي عشان تمسكها هي بتبقى عليها اصلا السوسته. بص هو بيعمل ايه. بص يعني لف ده كده وده كده لا لا لا